وننتقل إلى كما ذكر لك العملية العسكرية مستمرة. وفي العملية العسكرية أيضا نرحب بضيفنا من الرياض السيد العميد أسعد الزعبي الخبير العسكري والاستراتيجي. مساء الخير سيد العميد. مساء النور. مرحبا. احنا اسف تاخرنا عليك في الحلقه، لكن سريعا ضيوفنا السيد ياسر يقول لك الاوكران لن يستسلموا، بوتين يقول قبل قليل لن نستسلم ولن نركع لاوكرانيا. اذا الحسم في الميدان، ماذا عن الميدان سيد العميد؟ تفضل. بنتيجه عامه يعني وحسب يعني حسب الفلسفه العسكريه التي يعني نعيشها او مارسناها خلال 40 او 45 عام، يعني اقول لك ان روسيا خسرت. النتيجه النهائيه ان روسيا خسرت وما زالت في يعني في مرحله الخساره، واعتقد يعني انها لن تتراجع، لان روسيا يعني الخساره في اوكرانيا ليست خساره فقط في اوكرانيا، هي خساره لما يسمى كان الدوله الروسيه او القوه الروسيه، وبالتالي لن تتراجع روسيا الا بتحقيق اهدافها، سواء حتى لو استخدمت السلاح النووي او حتى لو توسعت او حتى لو دمر العالم. لكن يعني هذه المؤشرات، لماذا اقول خسرت المؤشرات؟ نحن عندما نقول ان هناك اكثر من 45% من القوات المهاجمة قد دمرت أو قد أنهكت أو خرجت من المعركة، هذا يشير إلى خسارة المهاجم في المعايير العسكرية. عندما نقول أكثر من 45% من المفترض المهاجم أن يستسلم، لكن روسيا لن تستسلم، وأقول ربما الخسارة يعني 45%، ف45% مؤشرات عسكرية تقول أنها خسرت معركة، يضاف إلى ذلك أنها خسرت قوات الإنزال، قوات الإسقاط، قوات الإبرار، خسرت كثير من القوات الخاصة، خسرت من الأطلاع المتقدمة، أسلحة حديثة جدا متطورة، طائرات حديثة من الجيل الخامس والجيل الرابع. كل هذا يعني لم يكن أحد يتوقع أن تتعرض القوات الروسية إلى هذا الكم الهائل من الدمار والخسارة، وبالتالي عليها أن تعترف إذا أرادت روسيا أن تحتفظ بقليل ربما من الكرامة. وأعتقد أن اليوم هي يعني بدأت تخفف من سقف التفاوضات التي يعني تتحدث فيها، يعني ليس كما تحدث قبل قليل ضيف كمونسكو أنها ستستمر الحرب ويستسلم أوكران. لا أعتقد أن الأوكرانيين سيستسلمون، والدليل أن هناك بكل المدن التي دخلتها روسيا وما زالت موجودة فيها حتى تمتلك كل الأسلحة والسيطرة والتفوق، ورغم ذلك هناك مقاومة أوكرانية، وهذا يشير إلى أن الأوكرانيين لم يستسلموا أبدا، ويشير أيضا إلى قناعتهم بضعف الدولة الروسية. نعم. سيد عميد، بوتين قبل قليل يقول بأن العملية العسكرية حاليا في أوكرانيا ناجحة. باعتقادك على مدى استند بوتين في هذه التصريحات؟ هل بالفعل العملية العسكرية كما تراقب هي ناجحة من المنظور العسكري؟ العملية العسكرية فاشلة بكل المقاييس، يعني بكل المقاييس العسكرية، سواء أخذناها من الناحية الرقمية، من الناحية الاعتادية، من الناحية الأرضية أو تغيرات الجغرافيا العسكرية، كلها خاسرة. لكن بالتأكيد رئيس بوتين إما أن يتحدث بكلام أو معلومات أخذها من مرؤوسيه العسكريين، وتعودنا عليها عن نظام الأسد أنه دوما يرفع يعني تقريرا للقائد أو للرئيس بأن الأمور بخير والجاهزية، كما حصل في حرب تشرين عندما خسرنا 3 فرق وهم يقولون لهم تقدم. إذن دائما هناك القائد العسكري ليس بالضرورة أن يعطي القائد السياسي دقة التقرير الصحيح، وبالتالي إما أن بوتين يتحدث عن عدم معرفة بالنتائج الصحيح، أو أنه لا يريد أن يتحدث بخسارة خوفا على المعنويات التي يعني يحاول أن يسكت فيها كثير من الأصوات الروسية. باعتقادك إذا كانت بحسب بوتين حتى الآن العملية العسكرية في أوكرانيا ناجحة، إلى متى؟ هناك حديث بأن الجيش الروسي مستمر في العملية على تأكيد الرئيس بوتين حتى تحقيق الأهداف. ماذا عن صمود المدافع؟ ماذا عن صمود أوكران في ظل الدعم الغربي لهم بالأسلحة والمتطورة والمتنوعة؟ كم سيصمد الأوكران باعتقادك سيد العميد في هذه إذا ما تحولت إلى حرب شوارع ومدن؟ أنا ذكرت أعتقد أمس أول أمس على محطتكم، قلت تماما طالما أن الخط الأول كان صامدا واستطاع استنزاف يعني غالبية المهاجمين، والخط الثاني والثالث عدد يعني يكونان هما عبارة عن إتمام العملية، لكن طالما هناك صمود تجاوز 15 يوما فأعتقد سيكون هناك صمود أسطوري كامل، ولن تتقدم القوات الروسية ولن يتغير شيء في الموضوع. هناك استهلاك كبير احتياطات روسية، احتياطات استراتيجية على مستوى الجيش. إذا عندما احتياطات استراتيجية، هذا يعني أنك استنفذت كل الاحتياطات التكتيكية والعملياتية، وهذا يشير حقيقة إلى متانة وصمود تماسك الدفاع الثاني. يعني هذه التماسك والثبات، هذه يعني مصطلحات عسكرية تعني تماما ماذا خسر المدافع وماذا خسر المهاجم. وبالتالي المدافع قوي، ولذلك أنا أقول لك طالما هناك مرت أكثر من 15 يوما واحتياطات روسية زجت المعركة، لن يكون هناك أي خسارة أوكرانية.